هي اسمع الوالد هي اللي قالوا لي النهار الاول ما تديش هاد السيده راه ما تصلح لكش، وانا مشيت ديتها يعني وديتك يعني غير هادي هي هادي تكفيك يعني تندير داكشي اللي تيقول لي راسي مثلا بنادم ما تيتمشينيش يعني ماشي تقولي شي هضره اللي تيقولو راه هادو تيمشيوه ولا ما تيمشي، انا ما تيمشيني حد، انا تنمشي راسي براسي فهمتيني، انا تنمشي راسي براسي. ونزيدك واحد الهضره اللي تتهضري على الخبره، ما الخبره انا داكشي ما تنبغيش نهضر فيه، انا داكشي ما تيشرفنيش ما تيشرفنيش نهضر في داكشي، اهانه ليا واهانه لعائلتي واهانه في المجتمع فين عايش. الا كنت انت عندك داكشي عادي انا ما تنبغيش نهضر في هادشي، واللي تتكذبي على راسك وتتكذبي على الناس يا كنا انا وياك في المحكمه وكان تمي وكان بلا ما نقول لك كانوا الناس كاملين، وكان وسمعت شي هضره ديال اخ اخ اخ، وكان رقيت انا راس وكان رقيت الارض تشق وندخل فيها ما نكرهش، ولاني انا سترتك ولاني سترتك ولاني انت يا متاب ما تتبغيش تستر، انت مفضوحه ربي تيبغي يستركم ولاني انتم مفضوحين، الله يخليكم ديما مفضوحين.